بعد الإفطار بيجي وقت الفواكه، قدميها السنة بطريقة مختلفة. البطيخة اللي بتحتوي على كثير من المي قطعيها بطريقة مميزة، ارسمي بواسطة السكين ورود مع كلمة رمضان كريم. في كثير فيديوهات عبر يوتيوب بتعلمك على الطريقة. أما شيش اللحم الخشب فاستعمليهم لشك كوكتيل الفواكه المقطعة. أول شي شكلها بيشهي، وتاني شي بتقدمي لكل شخص الحصة اللي بتكفي من دون ما يقدر يقومها. حلوى العيد والشوكولا كمان بتتقدم بطريقة بتليق مع العيد. اشتريها على شكل نجوم من متجر الحلو. جيبي ورق ملون من أي مكتبة ولفي كل حبة بلون. الأولاد رح يحبوا الفكرة كتير، والكبار رح يستمتعوا بطعمها بطريقة مختلفة. سبسكرايب للمزيد من النصائح.